خالتي نوسة في زيارة علشانك عند المأمور. عشان تعرفيش مين اللي لك؟ لو النبي. عملت ايه في موضوعي يا خالتي؟ انت هتلغي كتير بقى وتخنقيني، قلت لك هجوزك، يا بنت الجواز بقى اسهل من المحشي دلوقتي. اسمع من بقك ربنا، بس انت لا دي عايزه رواقه، دي عايزه بس شوفت الايه؟ يا حلو قمر. الله جرايه يا راجل انت، انت بتردي ولا ايه؟ مش كفايه اللي جرالك اخر مره؟ تعالي يا خاله نوسه. ما هو اللي جرالي علمني، لان المره اللي فاتت دخلت غلط، المره دي داخل البيوت من ابوابها. ابوابها ايه؟ انا مش فاهم حاجه. اقعدي بس يا خاله، الاول تشربي حاجه؟ اي حاجه دايت. لا لا دايت ايه؟ انا جايب معايا ازازه شربات، بعد اذنك يا فندم يفتحوها لنا عشان كل زميلاتها تشرب. واحده واحده عليها يا استاذ ببلاوي. اظن عارفه الاستاذ. هذه المعرفه، ده ابويا، ده زي ابوي. ابوك ايه؟ انا مش هحسسك بفرق السن، انا هاخدك ونجري نجري نجري. الاستاذ ببلاوي جاي عشان يكتب كتابه عليكي. يا ست انت استني. استاذ ببلاوي جايب تسريح من النيابه ومخلص كل الاجراءات. والنبي مخلص؟ عالجدار عالجدار الفرخه ماشي عالجدار، ودي قاطرها عالجدار. يا ست اهدي. معلش يا فندم، المفاجأة خلت الفرحة مش ساعات. مالك؟ بعيط على مخدي البنايه. اختك؟ بتجوز كده ما بعيش حد من اهلي ولا الزمالك ولا حتى المحلة. كل ده اهلي مش عاجبك؟ ايدك يا ست، ايدك يا استاذ مهدي لو سمحت. حاضر، فاطمة دي بقى. قول ورايا زوجيني نفسك على سنة الله ورسوله. ايه ده؟ ياه ياه تاني. في ايه؟ تحت باطي بيقوم عليا فجأة. ولازم يقوم دلوقتي. استعجل. انا عايزك لوحدك. مستعجل ليه؟ الايام جايه كتير، هنقعد لو عايزين يا راجل اتوكس. يلا. طب بعد اذنك يا فندم، ممكن تسيبونا لوحدنا؟ اه من حقكم. اتفضل يا استاذ عشان نسيب العرسان لوحدهم. يلا. هذا احنا بقينا لوحدنا. يا ليل عيني الببلاوي. احنا مش هننفع نتجوز. ليه؟ أنا خايفة عليك. في إيه؟ أنا متجوزة من تحت. من تحت الأرض. متجوزة جنين. واحد في جنوب أفريقيا. في جنوب أفريقيا. طيب يعني بيسافروا؟ يعني دول طيبين، مفيش منهم خوف. أنا خايفة من التالت. وده منين؟ من جنوب أفريقيا. الله، وأنت واخدة توكيل جنوب أفريقيا؟ خايفة عليك يا زوكا. الله الله الله، أنت جيت على السيرة يا أحدب. أحدب؟ لا يجوزني إيه وأنا ناقصة رجالة؟ ما كنتش أعرف إن حضرتك مرتبط بيها. إيه تموته؟ موته، لكن إيه اللي عملته؟ لا. أيوه إيه اللي عملته؟ لا يا أحدب، أنا اللي هقف. لا 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 يا ولد. يا واد سيب البنطلون. يا نهار أسود. يا سيادة المأمور. يا سيادة المأمور. والنهار السود يا بابا، شفت النسيبة اللي جات لي نقة؟ هيجوزونا ابويا. هو انا لو خلفت يا نقة الواد يبقى ابني واخويا؟ يلا اهو دل بابا ولا دل حيطة. بابا يا لهوي. ياه ياه ياه، ده ايه ده؟ ده 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 يا لهوي. ياه ياه ياه، ده ايه ده؟ ده 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 ابويا عايز يتجوزني. ابوك عايز يتجوزك؟ شبكني بكني وهيجهزني. شبكني بكني وهيجهزني. اه يا لهوي يا خرابي يا ندبتي يا وجعتي. يا لهوتي يا لهوتي يا لهوتي يا خرابي يا لهوتي يا فضحتي. قولولي ارفض انا ولا اقبل؟ ملوش مستقبل. ملوش لوش 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 مستقبل. ولو وافقت اتجوز ابويا يا خوفي يطمع فيا اخويا. اه يا لهوي يا خرابي يا مسبتي يا فتحتي. يا لهوتي يا لهوتي يا لهوتي يا خرابي يا لهوتي. يا 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 لهوي. يا يا ده ايه ده؟ ده 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 يا لهوي. يا 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 مكبوتة. افرحي يا نسوان والنبي مالينا الا بعضينا. خدنا ايه من الرجاله غير حلقة الدقن؟
لك ياما. هتعملي ايه النهارده؟ ولا حاجه. طب ما تيجي تخرجي معايا بالليل؟ لا مش قادره تعبانه. طيب يا ستي على راحتك، لما اروح اكلمك. باي. هاو اف عليهم. اركبي عايزك. لا من الاخر هما جملتين. لفند اللي اسمه تيمور ضحك عليك وعمل فيها خالتي نوسة عشان توافقوا على جوازه. يا سلام. مش مصدقاني روحي زوري حبيبه القلب مرمي في سجن النساء. مش هوصلك. طب خدي حق التاكس. ازيك يا عم؟ اهلا يا نهار يا بنتي، ازيك؟ الحمد لله. هو مفيش حد منهم هنا ولا ايه؟ مفيش حد منهم هنا. انا مش عارف الولاد دول بيروحوا فين. انا بقالي يومين ما شفتهمش. خشي خشي السليم جوه يمكن يجوا دلوقتي. طيب ميرسي قوي. الهدوم دي بتاعت مين يا عم؟ دول بتوع تيمور. طبعا اذنك. اتفضلي يا حبيبتي. ما تقلقش هيكون عندك في المعاد. انا عارف انه برنامج هوا. سلام. طب نبلغ عنه البوليس ونخلص. عاوز فضيحته تبقى على الهوا واللي ما يشتري يتفرج. يا سلام، عايزنا نروح البرنامج اعترف ان دجال ونصاب. دجال واعتزال فيها ايه؟ ايوه ابط ايه انا؟ هتقبض اللي انت عاوز. اخد خمس بواكي. هدفع. طيب تقول لي بقى هقول ايه هناك؟ الحقيقه الخاله نوسه هي تيمور وتيمور هو الخاله نوسه. عشان يتقبض عليه بتهمه النصب والاحتيال ويخدلك الجو مع نواف. ابن حلال بالصف. انتظرونا على الهواء وحلقة خاصة عن الدجل والشعوذة ومفاجأة البرنامج حضور بشندي خادم الخالة نوسة على الهواء مباشرة في هلا شو. يا حبيبي يا ابني، بقى انا ابني في سجن النساء يا كلاب. عمي عمي انت بتضربني. انا بس يا عمي ما تضرب فوق. يا سلام وادي فوق. ايه يا عمي يا سلام ليه؟ فين الابره بقى؟ والله لا خيطكم في بعض يا كلاب. مين في قهر انت هو اللي كان بيجي لما كان ابني؟ فودا. مين؟ فودا. فودا حتى صاير زيه. وصاير هو اللي عمل الماسك. انت اللي بتعمل الماسك؟ انت اللي بتعمل ايه؟ انا اللي كنت بنام. انا. طب انت انت طب المهم هنعمل ايه في ايه؟ قدامي على سجن النساء فورا. يلا بسرعه. هو بشندي الكلب اللي قلبه. طب هتعمل ايه؟ لازم اخرج من هنا. تيمور انت عملت كل ده عشان تتجوزني؟ والله عشان ايه؟ ولازم الفرح يتم في ميعاده. انا عمري ما هسيبك ابدا. على فكره انا فصلت في سن الفرح. الف بركه. الفرح حلو وفرح. قولي لامك ان شاء الله هنا. لو ما عرفتي ساقي شيلوا لي علبه الجاتو بتاعتي. ها اوعي تنسي. يا خاله. اه يا حبيبتي. عايزينك. ايه طب انا هستاذن بقى. عايزه حاجه؟ لا ميرسي. معاكي فلوس يا بنت؟ اه معايا. تاخدي حق الميكروباص؟ لا ميرسي يا خاله. طب انا كمان معيش فلوس. يلا باي باي. يلا زيارة خلتك بطاقات سراب. هيعدموها بكرة امك ان شاء الله. يا بنت هات الصورة بقى. طيب يا خالد. كده تمام. عريسك عندي يا بنت. النبي يا خالة. طب عايز اشوف. عشان انت حبيبتي. حبيبتي هخليك تسمعي صوته. النبي. ايوه. طب بس غمضي عينك او اتفتحي من غير ما اقولك. السلام عليكم يا خالتي. ازيك يا حبيبي؟ عروستك اللي قلت لك عليها. الله دي حلوه قوي يا خالتي. والنبي بوسها. يا انت بوسي عيب بلاش اللي اتقدم. خليه يبوس يا خاله. يخرب بيتك ده انت طلعت فكحه. طب يلا واد بسرعه. ليه ليه يخرب بيتك وانت هتولعي فينا؟ انا قايله لك فتحي فتحي. طب خلاص هغمض اهو. لا تغمضي خلاص. استنى علينا جمعتين بقى. هو صايع بيجي في اي وقت. وإن شاء الله هتتجوزي وهتتطلقي في خدمة كتير. الله الله الله. انت هامر يا ولية ولا ايه؟ انت ماشي بخيط؟ هو انا حليت؟ انت ابو حسين؟ ابو حسين؟ لا يا حب. ايه يا ابو حسين انت ماسكاني ليه؟ طيب انا عارفه انا ايه السياره. تيمور انت حاسس انك صوت ابوك وحشتني. انت الوحشتني يا حبيبي. ما تخافش يا تيمور، انت ما عملتش حاجه، انت بريء، انت كان قصدك شريف. بس قابلني بقى لو حد صدقك. ان شاء الله هيصدقوها. ولا فودة انا جاهز. امسك الصوره دي بتاعت البنت السجانه. قول لابوك عايزه الشهر بالظبط. ها بكره الصبح هتكون عندك. وانت يا عمرو ايه؟ تروح البرنامج تقول لهم الخاله نوسه هتطلع بكره على الهوا. الخاله نوسه هتطلع على الهوا بكره. حصل.
ابويا اخر حاجه من النبي، عايز الفرح يبقى في ميعاده، واعمل لي كل الترتيبات. كل حاجه مترتبه والفرح جاهز يا ابني، بس انت كده هتروح في داهيه. ادعي لي انت بابا. ربنا معاك يا ابني. ما هي حكايه الخاله نوسة وما هو سر الروشته الخفيه؟ خروج عفريت 100 جنيه، دخول عفريت 200 جنيه. وصلني ايميل بيأكد ان الخاله نوسة ستظهر معنا على الهواء برغم انها موجوده في السجن. تمام يا فندم. الخاله نوسة خرجت؟ لا يا فندم، موجود عندي في السجن. اوعى تروح كده ولا كده. لا لا سعادتك اطمن يا فندم. قال له عينيكوا عليه. حاضر يا فندم. تمام، اتفضل سعادتك يا فندم. فتوح انا لا يا فندم. لا تغار. حاضر يا فندم. يا رجل احنا كبرنا على الكلام ده كتير. خالتي نوسة، خالتي نوسة اصحي. في ايه ده؟ انا بضحك مع المرحوم. اصحي يا خالتي، المأمور واقف على الباب وعايزك. مأمور؟ انت عملت ايه بس؟ والنبي ما عملت حاجة يا نوقة. بقولك ايه بنت، انت كلتي عندي كفتة رز حلوة. ان شاء الله يخليكي كفتة. ايه يلا بسرعة. طب يلا بسرعة. طبعا انا اكوني مخبرة عليك. لو النبي يا خالتي. اه والنبي ده هو. حطوها في حبس انفرادي لما نشوف اخرتها مع الداهية دي. انفرادي؟ انا؟ يبقى هتعدموني يا نقة. عملتي ايه؟ النبي ما عملت حاجة. هيعدموك يا نوسة. أحوها جوه. خش يا خالتي. والنبي بدا انا مبسوطه بالانفرادي، على الاقل اللي معايا لقوا مكان يناموا فيه. يلا يا عيال، المكان مكاننا والزنزانه انفراديتنا. متاكد انا في نفسك؟ سامحيني والنبي يا خالتي. ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ ودبولي بقى الكوشه بسرعه. فرح ايه اللي هتعمليه والمحروس بتاعك في السجن؟ ما تخافيش يا ماما، انا متاكده ان شاء الله هيطلع. والنبي انت مجنونه هتفضحينا في الحته؟ تيمور يا عم، تيمور. تيمور؟ بابا وحشتني. يلا يا فوده بسرعة. يلا يلا. شكرا. النهارده يوم مش عادي، والموضوع موضوع غير عادي، الدجل والشعودة والخالة نوسة صاحبة الصيت العالي. ونبتدي حلقتنا النهاردة من هلا شو. استاذ بشندي اتفضل معانا حضرتك سوايا. اتفضل. ادم اكل في ايه؟ انا عملت ايه؟ ما عملتش. ما زلنا في انتظار وصول بشندي خادم الخالة نوسة، وفي انتظار المفاجأة الكبرى. وصلني ايميل بيأكد ان الخالة نوسة ستظهر معنا على الهواء مباشرة الليلة بالرغم من انها موجودة في السجن. هتقولي الست دي؟ حاضر يا فندم. انزلي، بقولك انزلي. ما هو يا ليه انتي بقى؟ وريني هتطلع ازاي. لا وجود للدجالين وكل